من أهم ما يصرفه العبد في حياته في هذه الحياة الدنيوية القصيرة تعلم أحكام الحق سبحانه وتعالى. ومن أهم أحكام الحق سبحانه وتعالى ما جعلها الحق سبحانه وتعالى من فروض العينية التي لا مناص للمؤمن من تعلمها. وإن من الفروض العينية منها ما يتعلق بجانب الاعتقاد، ومنها ما يتعلق بجانب العمل وهي الأمور الفقهية، ومنها ما يتعلق بجانب تزكية الباطن وصفاء القلب. وإن هذا الكتاب، كتاب الرسالة الجامعة، من أحسن ما ألف في الجمع بين هذه الثلاثة العلوم. المؤلف رحمه الله الإمام أحمد بن زين الحبشي رحمه الله ألف هذا الكتاب المختصر الصغير الحجم لكنه الكبير النفع والقدر، ألفه في هذه الثلاثة العلوم. جعل القسم الأول في قسم العقائد وما ينبغي للمؤمن أن يعتقده، والقسم الثاني في قسم الفقهيات وهي الأمور المصححة للعبادات المتعلقة بالصلاة والصيام والحج والزكاة، وجعل القسم الثالث في الأمور المتعلقة في صلاح القلب وما يجب على المؤمن أن يتخلى عنه ويتحلى به. شرح كتاب الرسالة الجامعة مع الداعية خالد بن طرش يأتيكم بإذن الله من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.